ناس كتيرة بتسأل إيه المحتوى اللي ممكن أحطه على يوتيوب وأكسب منه فلوس؟ ناس تانية بتسأل هو أنا لازم أظهر بوشي كده على اليوتيوب علشان يدفعولي فلوس؟ طب ممكن آخد فيديوهات ناس تانية أحطها؟ طب ممكن آخد فيديوهات من غير حقوق نشر وأحطها وأكسب من عليها فلوس ولا لأ؟ لو أنت من الناس دي ممكن الفيديو اللي جاي دون يفيدك، تابع معانا. السلام عليكم، صباح الخير، صباح الجمال والسعادة، صباح الحب والسلام. قلنا قبل كده إنك علشان تحط محتوى على اليوتيوب وتكسب منه فلوس وتبقى مطمن إن القناة بتاعتك تتقبل لما يحصل لها مراجعة بعد ما تحقق الشروط اللي موضوعة في الوقت اللي أنت بتعمل فيه المراجعة. دلوقتي الشروط هي 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة. الناس كتير بتسأل عن إيه هو المحتوى اللي ممكن أحطه؟ خلاصة القول في موضوع المحتوى يا جماعة، إيه الفيديوهات اللي المفروض إنك تحطها؟ هي عادة الفيديوهات اللي إنت هتعملها بنفسك، فيديو إنت بتاخده بالكاميرا بتاعتك، كاميرا معقولة الجودة، فيديو يكون الجودة بتاعته معقولة، ما يكونش سيئة للغاية، ويكون المحتوى بتاعه يخلي الناس تجيلك. يعني انت هتتعب نفسك وهتنفق وقت وهتنفق كهرباء وهتنفق فلوس على الانترنت علشان تحمل الفيديو، فلوس انت بتدفعها. طب لو انت بقى بتحط الشاشة سودة بس، يبقى انت ما... طب ما انت مش هتجتذب حد، يبقى انت كده بتضيع فلوسك على الفاضي. حتى لو بعد كده اليوتيوب وافق، طب مين اللي هيجي يتفرج على الشاشة السودة دي مثلا؟ فيبقى سيادتك اولا لابد انك تعمل محتوى شيق، ومحتوى تكون انت اللي عامله، انت بنفسك اللي عامله. في الغالب هو ده اضمن شيء يضمن لك ان انت تكون عامل المحتوى ده، والا ليه انا هجيلك؟ ما لو انت ناقل محتوى من حد تاني، ما انا اروح عند الراجل الاصلي واتفرج على المحتوى عنده. ولا يبقى افضل شيء هو انك تعمل فيديوهاتك بنفسك. بتلاقي ناس بتصور المنطقة اللي حواليها، ناس بتصور الحيوانات بتاعتها، القطط والكلاب، حاجات فيها ضحك، واحد بيصور وهو بيهزر مع زمايله، واحد تاني بيصور فيديوهات تعليمية، واحد بيصور فيديوهات إخبارية، واحدة ست محترمة بتصور لنا ازاي هي بتعمل الأكل وهي في المطبخ، كل خبرتها بتنقلها لنا علشان لو حد محتاج الموضوع اللي هي بتنقله بتحطه في الفيديو بتاعها، فأنت ممكن إنك تدخل وتلاقي هي ازاي عملت الأكل ده وأنت هتروح تقلدها وتعمل الأكل زيها. يبقى هي هنا عملت محتوى خاص بيها. طب واحد يقول لي طب ما هو كل الناس قبل كده عملت الملوخية. بس أنت عرضت ازاي أنت بتعمل الملوخية، حتى لو كان طريقة العمل مكتوبة قبل كده في كتب، بس انت وانت بتعمل الفيديو تعبت نفسك وعملت الفيديو ووريتنا ازاي انت بتعمل الملوخية. طب وبعدين ايه الفرق بقى؟ انا دلوقتي لما هدخل هلاقي واحد بيعمل ملوخية بالطريقة دي وحاطط الفيديو بتاعه، في مونتاج كويس، في حاجات شيقة، في حاجات بتجذبني لاني اتفرج، هتفرج عنده اكتر من عند واحد تاني مثلا غلبان لسه القناة بتاعته ما فيهاش مونتاج كويس، ما فيهاش حاجات ملفتة للنظر. فهنا ده حاطط الملوخية وده حاطط الملوخية، ده ازاي بيعمل المسقعة وده ازاي بيعمل المسقعة. طيب وفي النهاية بقى بيجي الناس تسأل سؤال تاني، هو انا لازم وانا بعمل المسقعة ابين وشي وابقى بتكلم زي ما انا بتكلم كده؟ طبعا الخلاصة والرد الواضح الصريح من اليوتيوب بيقول انت مش لازم انك تظهر بوشك، مش لازم ان انا احط وشي كده واظهر بيه. طب امال ايه؟ طب ليه انا دلوقتي ظاهر بوشي؟ ما هو وشي هنا مش هو السلعه، هو ما مش عاوز يوتيوب مش عاوزك انت تبقى السلعه، يعني مش عايز الناس تخش تتفرج على وشك او على جسمك، بل على العكس يوتيوب ضد فكره ان الناس مثلا تحط حاجات جنسيه او ايحاءات جنسيه او ان الناس هتدخل علشان تشوف جسمك. ولكن انت هنا ضروري اني اظهر مثلا وانا بكلمك كده علشان تشوف وش مين اللي بيكلمك بس، لكن انت مش داخل علشان تشوف يعني دقني شكلها ايه وداني شكلها ايه وشعري شكله ايه. لا،
لكن ظهرت بوشك اهلا وسهلا. طب في ناس بتعمل حاجات وما بتظهرش بوشها وبتكسب فلوس كتير جدا، قنوات ناس عامله مثلا زي ما بقول اكبر مثال مثلا قنوات الطبخ، ناس تانية بتعمل قنوات مثلا ان هو متابع حاجه معينه بالكاميرا كل يوم وبيعرضها بشكل مسلسل، ومثلا في نهايه الشهر بيحط لنا الفيديو مثلا مدته ساعة أو أيا كان المدة، حتى نص ساعة أو 10 دقايق، هو كل يوم بيصور دقيقة أو ثانية أو ثانيتين، وبعد زي الناس اللي بتحط مثلا إزاي بيزرع النبات ويبقى متابعه كل يوم ثانية أو اتنين، ويضيف فيديو على فيديو فيديو على فيديو، وفي الآخر مثلا آخر الشهر لما النبات من أول بذرة لحد ما كبر بقى عنده فيديو مثلا مدته 10 دقايق ويحط الفيديو ده، هو خلال الفيديو كله ما ظهرش ومع ذلك هينزل له اعلانات على الفيديو. ليه؟ لانه محتوى خاص بيه هو، وهو بيصور صور البذره اللي هو البذره اللي كانت في ايده، صور البذره اللي حطها على القطنه او حطها في التربه، وبعدين لما نبتت بدا يصورها هو بنفسه بالكاميرا بتاعته. خلاصه الموضوع يا جماعه، يوتيوب مش عاوزك انت تبقى السلعه، لكن هو عاوزك انت تصنع محتوى يبقى ويبقى هو ده السلعه. المحتوى ده بقى انت عاوز تعمله وانت ظاهر وشك اهلا وسهلا، مش عاوز تعمله وانت ظاهر وشك ظاهر مفيش اي مشكله خالص، ولا هيقول لك انت عشان ما ظهرتش بوشك احنا مش هندفع لك فلوس. المهم ان انت تعمل محتوى متفرد الناس تدخل وتشوفه ويكون عليه اقبال فيقوم يجي لك عليه اعلانات. خلصت الحدود. طيب يجي ناس تانية السؤال الدائم، هو انا ممكن اخد حاجات معليهاش حقوق نشر واعرضها؟ تاني هنرجع نقول يا جماعة انا تجربتي الشخصية واللي انا واثق منه، لما حطيت حتى الفيديو عبارة عن اني خدت قرآن كريم من واحد بيقول ان هو ما عندوش حقوق، انه ما فيش حقوق نشر على هذا القرآن، انا خدت القرآن وعملته وحطيته، لقيت ان هم قالوا لي لا انت مش من حقك انك تعرض هذا القرآن، على الرغم ان الشخص او هو كان محطوط على موقع بيقول القرآن ان هذه الآيات من غير حقوق نشر. طب ايه حكاية الحاجات اللي من غير حقوق نشر؟ حكاية الموسيقى اللي من غير حقوق نشر، حكاية المحتوى اللي من غير حقوق نشر، هذا المحتوى اللي من غير حقوق نشر أنت تستخدمه. أنا قلت الموضوع ده في فيديو قبل كده ممكن ترجعوا له، ممكن يكون في توضيح أكتر. أنت ممكن إنك تستخدم المحتوى اللي ما عليهوش حقوق نشر كعامل مساعد، كوسيلة توضيحية، مثلا صورة فيها فيها شيء يوضح الموضوع اللي انت عاوز تتكلم عليه وهي ما لهاش حقوق نشر. انت بقى انا بشرح دلوقتي وانت مثلا مطلع الصوره موضحه الفكره اللي انا بقولها. واحد مثلا بيستخدم زي ما قلنا الموسيقى، اوضح حاجه مثلا انا بتكلم دلوقتي ما عنديش موسيقى اشغلها وانا بتكلم، طب هعمل ايه؟ هجيب موسيقى ما لهاش حقوق نشر واحطها في الباك جراوند في خلفيه الصوت بتاعي، لكن الصوت الاساسي هو ايه؟ هو صوت الشخص اللي بيتكلم ده. طب والموسيقى هنا بقى ايه؟ هي عامل مساعد لتحسين الجودة. يبقى الاشياء الفيديو او الصوت او الصورة ما عليهاش حقوق نشر مش علشان تصنع منها محتوى كامل، لا انت لابد انك تدخل انت بالافكار بتاعتك بالبناء بتاعك بقدرتك على الخلق وتخلق محتوى جديد بمساعدة المواد التي ليس عليها حقوق نشر. يا رب أكون وضحت الفكرة دي علشان الناس تاني تبقى وصلت لها الفكرة بوضوح، وتبقى أكتر شيء رسالة خدنا بالنا منها النهاردة هو إن أنت مش محتاج تظهر بوشك قدام الناس، الناس مش داخلة دلوقتي تتفرج على وشي، يمكن أنا لو ما ظهرتش بوشي يكون أحسن والناس تبقى منجذبة أكتر للفكرة بس أو للكلام بس، ولكن أنا لقيت إنه أسهل عليا إن أنا أتكلم كده. ليه؟ لأن الكاميرا قدامي وأنا بتكلم وأنتوا وخلاص وعملت الفيديو والفيديو طلع. حتى الآن عاوز أعمل محتوى تاني يكون فيه تصوير سطح المكتب، إلى الآن لسه ربنا ما وفقنيش اني اوصل مثلا لبرنامج تصوير سطح المكتب علشان اعمل لكم فيديوهات تانية. ادعوا لي ربنا يا رب يهديني كده واوصل لاستخدام برنامج سطح المكتب واعمل لكم محتوى بيه. في الحالة دي مثلا ما اضطرش محتاجش ان انا اقعد واتكلم معاكم كده ولا تشوفوا وشي، ولكن هيبقى الكلام كله بقى ايه؟ من خلال سطح المكتب اللي انت بتشوف عليه المعلومة، وده اكبر دليل يعني ها الناس اللي بتستخدم برنامج تصوير سطح المكتب طب
بيشرح لك شيء وبعدين بيجتذب عدد من المشاهدات وبيجتذب عدد من المتابعين نتيجة للشرح اللي هو بيشرحه، محتوى جيد جميل، فهو هيجي له إعلانات ومش محتاج. يوتيوب مش عاوز يصنع منك أنت السلعة، ولكن عاوزك أنت تصنع سلعة، المحتوى اللي أنت بتصنعه، وبالتالي الناس تتابعه، وبالتالي هو يقدر يحط عليها إعلانات. تمام يا جماعة، يا رب أكون وضحت الفكرة وتكون مفيدة ليكم، وأشوفكم يا رب دايما على خير في فيديوهات تانية قريب.